هذا الهلال، شوفوا اللهم صل على محمد وآل محمد، هلال الخير إن شاء الله والعافية على الأمة الإسلامية جميعا وعلى العالم. شوفوا، خاف تقولون إحنا عيدنا والهلال ما طالع. شوفوا الهلال إيش كبره، يعني من البارحة طالع. عيدكم مبارك. هاي قد صار لنا ما طالع، هاي صار لنا قد بالبيت إحنا. إي والله، شوفوا الجو شلون صاير خضار وحلو، صاير خضار هذا حنوش هم حلو صاير. هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد وعساكم من عواده يا ربي. ورجعنا لكم فيديو جديد، وهذا اول يوم العيد، فقلنا لازم ناخذكم ويانا وتشوفون ايش راح نسوي بهذا اليوم. طبعا اول شيء سويناه، قعدنا الصبح تعايدنا وهاي، ومحمد ما طانا عيديه، حلقت لمحمد ومحمد ما قابل علي ما قابل على الحلاقه. هسه اشوفكم حلاقته وانتم حكموا زين. فرايحين هسه اول شيء رايحين لعمتي نعايدها، وبعدين راح نروح ناكل هذا، يعني افضل مكان اني اروح له واطيب كباب عراقي بالمانيا باسن. راح نروح وما ادري بعد وين، اذا بقى عندنا وقت ناخذ الجهال نشوف لهم مكان حلو يروحون يلعبون به. يلا خليكم ويانا. قبل ما تشاهدون الفيديو خلوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، وفعلوا الجرس اهم شيء حتى يوصلكم اشعار من ينزل الفيديو. احبكم كومات، خلونا ننطلق. فالشغله جاي تصير حاليا، وهي محمد جاي يغلس ما يريد يعطينا عيديه. لا لا الا الله، هاكم عمي ها. وهو النوب مستلم راتب، يعني ما تخلص من عندنا. تعال نريد عيديه. هاك انه هاي 2 يورو الك بالشارع؟ اي عادي. هاي شنو 2 يورو شو تجيب؟ وما عايدتني لان انا عايدت، انا اول وحده عايدت، انا عايدت. هاك حنو شايلك 10 يورو قليله، وهاي الك 10 يورو. شوفون ايش راح يعطيني اني 10 يورو. صدق؟ والله ما اريد. صدق محمد ما تعطيني عيدية؟ ادم هم يريد. هسه حتى لو تعطيني اياها وبعدين ارجعها لك هم ما يخالف. اوه المهم افرح بيها. 50 شوية. اي هيجي. هاي حلوة. هاي. لا ما اريد. يلا. لا والله ما اريد. لا ماكو بعد. كافي كافي. بس 10 يورو. هاي الادم. هدومي هاي 10 سنت، هاي الك مالتك. لا لا شنو هاي؟ تبيع عيدية مال اوادم. هي هاي مال اوادم العشية. ها انا جايبة عيدية. هاي يعني همشي العيدية بالعيد. ارجع اسأله اقول له حنوش يوم عيد؟ يقول لي ايه. اقول له انا شو تسوي؟ يقول لي ناخذ عيد. يقول ناخذ عيدية. من يريد عيدية؟ عجب ما قلت. ولف الحول وانت عجب ما قلت اجانا العيد وابني العيد. وجانا العيد وابني يريد عيدية. وجانا العيد وابني يريد عيدية. ها احنا الصباح العيد ما وشت الربوع واني ما يتم الجرس اصلا من الصبح لسه بعد لسه من الستة انا قعدت فيا قلت طاسه مال هاي ما اعطوني لا اكل ولا شيء. يلا تروح تروح اذا تسوي مناشده. كتبوا بالتعليقات. ان شاء الله. اكل عام وانت بخير باقي وماما سوت لي هم هنا وهنا. الله هاي اسمي وهاي ماما وهاي بابا. واو والله. وديك ايدي شكان يا نقش الحنة؟ الله شكد حلو. ماذا اردتي تقولينه؟ هسه اقول بس اعطوني مجال. اكو فد ملاحظة طبعا. ايه. ما اعرف اذا يعرفون انهم جديدين بالقناة، يعني جونا خلال شهر رمضان، او هم يعني ما مفتهمين الموضوع. فاني اصلا ما محجبة، احتراما لشهر رمضان واحتراما للمتابعيني الصائمين. طبعا اكيد القناة اليوتيوب هي مو شيء خاص، يعني اكيد بيها نساء ورجال وشباب وكبار، يعني قناة اليوتيوب مستحيل انه يكون المتابعين بس بنات، هذا الشيء مستحيل لان هي قناة يوتيوب عامة. فاني قلت لكم احتراما للشهر واحتراما المتابعين الصائمين، انا لبست الحجاب خلال شهر رمضان. هذا كل شيء صار. فهواية تعليقات اكو، يمكن هم متابعين جدد وما مفتهمين الموضوع، وتحياتي لكم طبعا، واهلا وسهلا بكم اذا شفتوا جدد بقناتي المتوافضه. فانهم
يسوون شو اسمه قناتي المتواضعه. واذا انتم قديمين او اذا امهاتك ريع اللي ما يقدرن على روحهن فحبيباتي، لا شفت الدنيا فقيره جايات تحكي عليها، ترى انا والله احبها وفقيره وعنونه زين. ليش لو المسكين ماله ابن عم ها؟ أنا والله حبابة فقيرة وعنونة وما شوياكم هيك بيضة، فليش يشيلون وتدقون بيا يا عيني؟ جاي نفول حتى ننطلق المطعمنا المفضل. اللي سيارته شوية بيها خربطة وهاي خلوا لها بس سوبر، كل زين وتتغير كل شوية. شلنا دائما نخلي الإي 10 فكانت شوية يصير بيها خربطة، من قمنا نخلي السوبر لا والله صارت توب، صارت سوبر ستار. ما اسكن انا شو اخاكم زعلان في جديد. طبعا انا عندي مناشده مو طبيعيه بالقران، اي واحد بالمانيا يشوفني ويشوف التسريحه مالتي او الزيان لا يعيب علي، الله يرضى عليكم. يعني هاي مرتي فد وحده شريره قالت لي لازم انا زينك، فزينتني زيان يسمونه قبل زيان شنو زيان رعيان. صدق اي الراعي بني يمشي بالغنان، اي واحد قريب عليه يشيل يجيب هاي اللي يجزون بها الغنم ويجز شعره وفي مالها كلها ها هي روح، فيسمونه هذا زيان رعيان. شوفوا تدرون شنو والله العظيم صار الاسبوع الح علي محمد روح للحلاق، محمد روح للحلاق ما يريد يروح زين. واليوم اجى العيد يعني بعد ما بيها مجال، البارحه الحجه انه عطله، اليوم ما اروح والله دنيا انا متعوده اروح للحلاق وبعدين من زينته قام يعيب علي. المهم هي قالت لي بعد اروح يم الحلاق مرتين اصير حلاقه اوتوماتيك. طبعا وصلنا هنا للمطعم بس شنو الزحام، لازم ننتظر بالباب على قد ما طيب الكباب والريحه، احنا شبعنا ريحه هسه فماكو مكان، لازم ننتظر شويه يطلعون الناس وبعدين احنا ندخل. اكتشفنا باب المطعم دول ثلاث اشخاص كانوا عايشين هنا، وهاي التواريخ السنين ونفس العائله يعني طبعا كلهم هم عائله كانوا عايشين هنا 1888 هذا كتلوب هنا امواج هذا 1999 هذا 1929 مقتولين يعني مقتولين 1929 سنه ميتين؟ لا يابا 1929 هاي اخر واحد، اول واحد 1888 يعني 100 سنه قبل ما انولدت ماما يعني بجدج. طبينا اخيرا الحمد لله. اي والله شكرا جينا يا ابو متابعينا كلهم هنا تشرفنا فيكم. شمس فلوس الاكل هنا راح ادفعها من عيدياتكم. انا ما عندي نسيتها بالبيت. وين هو بالسياره قلت شيء عشان نسيتها. اي نسيتها بالبيت. اي خلاص انت وهاي انه همي مو انه؟ ايييييي هنا يعرفون بي انا احب السوق. شوف ايش قد جابوا لي لطاسات زيادة، كل مرة أطلب أقول لهم جيبوا لي بعد السوق، هالمرة اختصروا الموضوع من البداية جابوا ثلاثة كباب. لأنه طيب الكباب أنه؟ أنوش شو تحب تاكل هنا دائما؟ كباب بس كباب الأخيرة إيه إحنا لازم هسه نخليه وبس نبوع عليه ها؟ أجوعاني آكل طبعا انا حنوش طلب طلب من هذا طلبي انا حنوش عندنا نفس الطلب كباب وجمن وانا حط لهم طبعا شويه هنا طلب بابا بس كباب بدل كل شيء انه مثل طلب بابا انا ما راح اكل لحم اليوم بس راح اطوع انا ما راح اكل بس باوع انا هم جابوا لنا الفاصوليه طبعا مع تحياتنا واحترامنا للجميع وتقديرنا كل المتابعين والمرتي زين اللي مزينتني هيك يعني شي يرضاها يعني والله ما يصير ماما ترضونها يعني منا من هاي الجهه هيك صاير مربع هيك مربع حلو بالله انا اصلا راسي مربع انا اصلا انت راسك مربع ايش عليه وشلون واحد يزين هيك شلون والله ما ها هسه احلى شيء هذا الزيان يصير موديل محمد لا اذا صار هذا الزيان موديل شلون بايصير موديل حلاقه والله. الدنيا محمد اي والله شو تقولوا انت تفتح لكم مطعم لو تفتح حلاقة. لكم حلاقه انتم كيفكم احنا ما لنا حلاقه بعد ما حد يحلق اذا حلاقه طبعا اتشرف بكل المتابعين اللي لقيتهم هنا هسه بمطعم السندباد
يعني كلش فرحت والله ما اريد اروح ولا هم يريدون يروحون. طبعا الدنيا اقطع كلامها بكرك بدون مجامله وبدون هاي السوالف وبدون اعلان. والله العظيم احنا يعني وما يحتاج اعلان. اي ما يحتاج اعلان. بس ايش قد اكلت كباب؟ خبل. هسه جوعان. تريد كباب بعد؟ اريد بعد. اي والله. الله يرزقهم الاكل. آه ينطبق كلش عليهم مثل البحر يحب الخفيه. ايه. وينك وينك دنيا وينك وهات هات يلا هات. اتشرف بمتابعيني طبعا كلهم اللي لقيتهم هنا أنا. كلش فرحت بيكم وتونسنا نريد نقعد نسولف بس هو المكان مزدحم ولازم واحد يخلص بسرعه ويطلع فرادنا نسوي مطعم حتى تجون تقعدون ونسولف. هسه رجعنا لمدينتنا ورحنا لعمتي جبنا لها ويانا كباب عراقي وش اسمه وش اسمه والله العظيم ايش اسمه اطيب من الكباب. الجهال قالوا وين تريدون تودونا للبيت؟ ما نريد نروح راح هنا نخليهم ياكلون ايس كريم عبانا ناخذهم المكان بس الوقت ايدياتهم احنا يعني ايه. يعني محمد ما يصرف. شنو رايكم بلبس شموسه؟ شوفوا طبعا هي رهمتها دائما اذا عندها شغلات قديمه. طبعا هذا مال بابا التيشيرت. ها هذا مال بابا صغير عليه. هذا القميص شوفوا اخذته دائما تدور خرق وتسوى هاي السوالف. قصته وسويته موديل خلت بالبنطلون قطعه. وهذا موديل هذا مال فيتر. هاي الفيتر من كثر ما هيك يسوي يفتح لا يفتح هاي السداد. لا حلو اعطونا رايكم واذا تحبون تشارككم بالفيديوهات. لا والله اكتبوا لها اذا حابين تشارككم هاي الفكر اللي تسويها. طبعا ذاك اليوم عندها فستان قديم هماتي انقصته سويته بجامه وما ادري شنو لسه ما شفناه شكتوا عليها الثبان. ها مرات بدون ما تخيط بس تقصوا هاي وتلبس عادي. شنو شكو انه العالم واقفين هناك ما حد يمشي ليش يعني هاي ابيض وازرق ليش تأشرين بالإيد بيها السوار؟ أشرب هاي بيها الحنة عم تبين. إيه سووا هيك أشرب الله. صار شهر هنا بألمانيا عبالي أنا كذبت نيسان وعبالي هذا شيف شاهين هنا مرشح للانتخابات. لما اليوم وصلنا وطلعنا قصرنا قريبين إيش طلع؟ طلع هو والله انا كل ما فوت اقول هاي شيف شاهين ايش جابه هنا أنا. معقوله شيف شاهين مرشح للانتخابات؟ الشبه مو طبيعي. مين يا محمد؟ اقول لك دنيا هاي مو اختك؟ صار له شهر هنا معلق انا على بالي اختك تدرين وما تدرين. اختي جالسه اعلان هنا بالمانيا. ها شوف هاي الفتره كلها اقول هاي من هاي بالمرايه؟ ها طلعت هاي الدنيا بس الموقعين على المرايه. صدق؟ هاي توقيعي. هاي توقع مال مشاهير عيني. شردت راحت تريد تشتري واحنا ما نريد. شردت منعك. بس بقى منو؟ آدم. خدومي. وين مالاتي أنا؟ هذا. وين صاعد وين؟ تري السوق؟ وين رايح وين؟ هسه رجعينا للبيت خلاص يومنا اليوم أول يوم العيد. باكر راح نرجع حياتنا الطبيعيه لانه دوام اليوم بس الابتدائيه طهم عطله لان يعرفون عندنا عيد باكر دوام. باكر راح اسوق واحضر لانه عقب باكر عيد ميلاد حنوش. اذا حابين تشاركونا حفله العيد ميلاد وين راح نسويها لازم والله هو هذا زيان هذا زيان 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 ها لازم تخلوا لايك للفيديو تشتركون بالقناة إذا أول مرة تشاهدونا وما مشتركين وتفعلون الجرس حتى يصلكم إشعار من ينزل الفيديو. فيديوهاتنا تنزل الساعة 10:00 بتوقيت العراق 9:00 بتوقيت ألمانيا. حبكم كومات عيدكم مبارك انتظرونا بالفيديو الجاي. باي باي.